مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، نتواصل من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. نتواصل مع انطلاقة الشوط الخامس والمخصصة للإبكار محليات الأصايل. هناك أيضا شعارات أصحاب السمو الشيوخ المنطلقة هنا في هذه الفترة أيضا المسائية من عاصمة الميادين. بطاشة هناك أيضا وبن صوغان على الصدارة، هنا أيضا تتسلل على مقدمة هذا الشوط أيضا سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وأيضا مرهم بارك بن محمد بن عيسى المطيوعي هناك أيضا يتواجد في هذه اللحظات على المركز الثاني. ولكن اللي تسلل بطاشة لهجن الرياسة يتقدم المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري هناك أيضا يتواجد مع شعار هجن الرياسة هناك مع بطاشة على المقدمة والمركز الأول. أتابع اللي قادمة في هذه اللحظات، يا سلام يا سلام التحديات والإثارة هناك أيضا في هذا الانطلاق الجميل. كان من نصيب هناك ايضا الخفيفه لهجن الرياسه ويضمرها البارع عيسى بن احمد بن مايد الخيلي هناك ايضا في عمليه التضمير والتدريب والعنايه المستمره هنا لهذا الشعار. انتقل مباشره مع المركز الرابع الواصله هناك ايضا اعزائي المشاهدين الشرود لهجن الرياسه وايضا مبارك بن احمد بن مايد الخيلي المميز هناك ايضا من يتميز في كل فتره هنا هناك ايضا مع هذا الشعار الجميل هناك ايضا شعار هجن الرياسة الشعار القالي دائما على قلوبنا. المركز الخامس اتابع هناك ايضا عالية سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الامين في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. انتقل مباشرة مع المركز السادس اشوف اللي قاد مهندة لهجن الرياسة، ولكن لنا عودة إلى أيضا شاشة أبو ظبي الرياضية الناقلة هناك أيضا لهذا التوقيت الأفضل هنا لهجن الرياسة. أعزائي المشاهدين هناك الكورة لهجن الرياسة وأيضا أعزائي المشاهدين راشد بن محمد بالسم المنصوري 12 دقيقة 28 ثلاثة هناك أجزاء من هنا. أعزائي المشاهدين تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا للمستحيل على هذا التوقيت الزمني الجميل، وتهانينا لشعار هجن الرياسة الذي يبدع ودائما يبدع هنا أيضا في هذا الميدان وفي جميع الميادين بهذا الشعار، فتهانينا للمستحيل. هناك أعزائي المشاهدين اللي قادمة في هذه اللحظات نداء لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي الظافر من يتقدم مع نداء لهجن الرياسة، بينما هناك أيضا حشيمة لهجن الرياسة أيضا وعملية التضمير صالح بن سعيد بن علي المري. هكذا التحدي، هكذا الإثارة هنا أيضا والانطلاق الجميل. عودة لنا مع صدارة هذا الشوط، عودة مع المقدمة مع المركز الأول بطاشة هناك لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري الذي قدم لنا الكورة هناك أيضا مع أول انطلاقاتنا في هذه الفترة المسائية وحصلت على هذا التوقيت التوقيت الأفضل. هناك أيضا أعزائي المشاهدين شوف اللي قادمة من الجانب الأيمن، قادمة هناك الخفيفة لهجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي البارع هناك أيضا يأتي في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني بطاشة لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري هناك أيضا في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. المركز الثالث أتابع هناك أيضا الشروط لهجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد آل خيلي وصل المميز هناك أيضا الذي يتميز هناك دائما مع هذا الشعار في عملية التضمير على المركز الثالث.
المركز الرابع اعزائي المشاهدين، وصول من عاليه هناك ايضا سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف ال نهيان والصادق فضل الامين في عمليه التغمير والتدريب. المركز الخامس اشوف هناك بن صوغان سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مبارك بن محمد بن عيسى المطوعي في عمليه التغمير والتدريب والعنايه المستمره، بينما هناك التحدي والاثاره ايضا من نداله هجن الرياسه وعلي بن يميل الوهيبي في عمليه التضمير والتدريب والعنايه المستمره لهذا الشعار، بينما هنا ايضا الوصول من حشيمه هنا بشعار الحشمه تتقدم بشعار هجن الرياسه صالح بن سعيد بن علي المري، وهناك التحدي من الغزي لشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع يضمرها هنا ايضا اعزائي المشاهدين في هذا التحدي وفي هذا المسار. عوده الى الصداره هنا، عوده مع التحدي، عوده مع الاثاره، عوده مع الانطلاق الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام، هكذا صداره هذا الشوط، هكذا المقدمه والمركز الاول. هناك ايضا الوصول على صداره هذا الشوط، الله الله الله، الصداره والمقدمه وايضا الكوكبه الثلاثيه هنا بهذا الشعار، الشعار الاحمر شعار هجن الرياسه، ولكن يختلفون الفطاحله، يختلفون المضمرين مع جسر العبور. اول العابرات بطاشه هنا على الصداره والمقدمه والمركز الاول لهجن الرياسة. هناك أيضا راشد بن محمد بالسم المنصوري يتواجد هنا في عملية التضمير، ولكن المركز الثاني أشوف اللي قادمه هنا الشروط لهجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد آل خيلي، هنا بدأ يتقدم المميز من مركز تلو مركز في عملية تضميره، بينما المركز الثالث الله يا ثالث المراكز الله يا الخفيفة لهجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي وصل البارع هناك ايضا في عملية التضمير. الله الله الله، هناك ايضا المميز وهناك المستحيل والبارع في موقع واحد هنا. الله، ننتظر ننتظر، هناك الظافر وهناك الكثير والكثير من الشعارات القادمة هنا ايضا من المراكز الخلفية. اشوف عالية هنا ايضا سمو الشيخ محمد بن ذياب السيف ال نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة، بينما ندى هناك لهجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي هناك أيضا يتواجد في عملية التضمير، وأيضا اللي قادم حشيمة لهجن الرئاسة صالح بن سعيد بن علي المري. هكذا التحدي، هكذا الإثارة هنا، عودة إلى صدالة هذا الشوط، عودة والعود أحمد مع المقدمة والمركز الأول هنا. الله الله الله، الصدالة والمقدمة بطاشة هناك أيضا ما زالت على صدالة هذا الشوط، بطاشة مع المقدمة مع المركز الأول لهجن الرئاسة راشد بن محمد بسم المنصوري هناك أيضا يتواجد في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. المركز الثاني أتابع التحدي، أتابع الخفيفة هناك أيضا على ثاني المراكز لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. المركز الثالث الشروط على ثالث المراكز، هناك ايضا هناك ايضا على المركز الثاني شردت الشروط هنا، تقدمت بشعار هجن الرياسه مبارك بن احمد بن مايد الخيلي المميز هناك ايضا يتواجد على المركز الثاني في عمليه التضمير والتدريب. 1500 متر 1500 متر اللي قادم هناك ايضا، اللي قادمه من المراكز الخلفيه في هذه اللحظات ندى لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي، ولكن لنا عودة لنا عودة لنا عودة مع المراكز الأمامية، لنا عودة مع هذا الشعار، الشعار الأحمر شعار الخطر هناك أيضا الذي يتواجد مع صدالة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، الصدالة والمقدمة. هناك ما زالت بطاشة، ما زالت بطاشة لهجن الرياسة راشد بن محمد بسم المنصوري هنا على الصدارة الكل،
الأخير الكيل الخطير، بدينا بالعد التنازلي، بدينا بالغلاف الجوي، بدينا هناك أيضا بهذا الكيلو اللي ما بعده كيلو الشروط هناك على المركز الثاني لهجن الرئاسة. مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، الله الله الله، المركز الثالث أتابع له هناك لفيفة لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، ولكن الصدارة والمقدمة، الصدارة والمقدمة، والمركز الأول الله بطاشة 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 هناك أيضا تقدم هذا العرض الجميل. يا سلام يا الله، هناك أيضا لهجن الرئاسة راشد بن محمد بسم المنصوري هنا، فلله درك يا أبو ذياب، فلله درك يا أبو ذياب، هناك مع الأربعمية متر جولة الأوامر، جولة الأوامر هنا بدأ الإغلاء على الصدارة والمركز الأول. الله الله، سلام لهجن الرئاسة، سلام لعشاقها ومتابعي هذا الشعار. هناك أيضا مع أيضا السيد راشد بن محمد بسم المنصوري هنا أيضا للمرة الثالثة على التوالي هنا بنفس الشعار وأيضا نفس المضمر هنا. أيضا أعزائي المشاهدين، تهانينا تهانينا لهجن الرئاسة، فتهانينا للمستحيل. المركز الثاني كان من نصيب هناك أيضا الشرود لهجن الرئاسة مبارك بن أحمد مايد الخيلي في عملية التضمير، والمركز الثالث التابع هناك الخفيفة لهجن الرئاسة وأيضا البارع في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة، بينما هنا المركز الرابع لحظات الوصول والعبور من نداء لهجن الرئاسة أيضا والمضمر علي بن أمية الوهيبي، والمركز الخامس كان من نصيب هناك أيضا أعزائي المشاهدين لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية وأيضا الوصول اللي هي حشيمة لهجن الرئاسة والمضمر صالح بن سعيد بن علي المري. عودة إلى التوقيت الزمني أعزائي المشاهدين متابعين الكرام، التوقيت الزمني لحظات الوصول العبور إلى خط النهاية أيضا أعزائي المشاهدين، التحديات والإثارة والثمانية كيلو مترات من عاصمة الميادين لسباقات الهجن العربية الأصيلة، التوقيت الزمني لحظات وصولها وعبورها إلى خط النهاية، فتانينا والناموس لهجن الرئاسة ليفوز بطاشة وراشد بن محمد بسم المنصوري 12:44 ثانية أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن أيضا الرئاسة، بينما المركز الثاني تتواجد الشرود لهجن الرئاسة ويتواجد المميز بهذا التوقيت الزمني 12 دقيقة بلا شك. بالفعل هناك أيضا لحظات الوصول وأيضا 53 جزءا يتيما من الثانية، بينما المركز الثالث لحظات الوصول هناك أيضا كان من نصيب الخفيفة لهجن الرئاسة وعيسى بن أحمد بن مايد الأخيل، يتقدم البارع في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة مع المركز الثالث. والتوقيت الزمني الذي حصلت عليه هي التوقيت الزمني 13 دقيقة 6 ثواني 6 أجزاء من الثانية، فتهانينا والناموس لجميع الفائزين.